سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، فيديو جديد على القناه. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم الطبيله ديال الفطور ديالنا. الصراحه اليوم جيت عند ماما، غادي نشارك معكم هادشي اللي وجدت لينا اختي، وصافي هادشي اللي كاين. وانتم خليكم مع الفيديو ديالي حتى الاخر. البنات كما كتشوفوا، من بعد ما وصلنا عند ماما لقيت اختي كتوجد الفطور، دايره البيتزا تاع هما يلا كتوجد فيهم، جابده البريوات، ماما كتنقي الحوت كما كتشوفوا، دايره هنا واحد العماره ديال، وهنا البنات كما قلت لكم دايره واحد العماره ديال الكيش كما كتشوفوا، دايره فيها صدر ديال الدجاج، دايره فيها البصله الفلفله كما شفتوا معايا هنا شحرتها، عاد غتصايب هذيك لاباراي ديالها. المهم البنات فيما غادي ندير شي حاجه، فيما تصايب شي حاجه غادي نشاركها معاكم. هنا البنات كما كتشوفوا هادو هما دوك الخبيزات اللي شاركت معاكم ديجا في القناه، هي زدت فيهم الروز، دابا كدير فيهم هاد الطاسه ديال الطون حتى هي كما دايره فيهم الروز وخيزو والذره، زدت فيهم الطون وصافي البنات. والمهم هادشي اللي كاين، هادي واحد البسبوسه. ثم البنات هنا كما كتشوفوا كاينين المخيمرات، هادو راه المخامر معمرين البنات. هادي اختي تاهي كتفلوغي. ايوا ايوا هانتوما هادو المخيمرات اللي صايبات، زوينين الصراحه، فنين فنين فشخشين، تبارك الله على فاطمه الزهره. وصافي البنات كما شفتوا هادو المخيمرات. المهم اليوم راه قايمه بالواجب، كنا شحال هادي تنقولوا لها ما كديري والو، ايوا اليوم صدماتنا كما كتشوفوا. من بعد ما صايبات لاباراي ديال الكيش، دارت فيها دانون مسوس، دارت فيها الفرماج محكوك، دارت فيها البيض، دارت جوج بيضات، شويه واحد نص خماره ديال الحلوى، وصافي صايبات هاد لاباراي. هادي هي اللي غادي دير من الفوق باش غتعاود تزيد شويه ديال الفرماج، هو غادي تحكو وغادي تزيدو من الفوق بحال هكايا. وهنا البنات كما كتشوفوا هذه الحريره ديالنا هنايا، المخيمرات راه طيبتهم، انا درت هنا باش نقلي البريوات. ها هما المخيمرات ديالنا كما كتشوفوا، كما شفتوا معايا. صافي البنات دابا ديال الكبار، وهنا البنات كما كتشوفوا هنا صافي دزت تنقلي في الحوت، قلي درت الحوت في واحد المقيله هنايا، كنت البريوات غنديروهم في الفران ساعه البنات، صافي قلت مشى الحال داكشي باش قليتهم غير في الزيت دغيا. صراحه حتى هما جاوا بنان، دايره لهم واحد الحشوه بنينه ديال الطون والطون والبطاطا والفرماج، كيجيو زوينين. وصافي البنات هنا غادي ندوزو باش نحطو الطبيله ديالنا ونشاركها معكم ان شاء الله. هنايا كما كتشوفوا هذه هي الطبيله ديالنا اللي وجدت اليوم، هذا بالنسبه للفطور ديالنا. هذه دي واحد الطورته ديال الدسير جابتها مع اختي تاهي حيت جات حتى هي. وصافي البنات هذا هو الكيش حتى هو من بعد ما وجد، رشات فوق منه شويه ديال الزعتر. هادو مخيمرات معمرين حتى هما جاوا فنين، هادو دوك الميني بطبوط حتى هما بديك الحشوه اللي كتجي بنينه. وصافي البنات هنا درنا غير دارت ماما غير البلبوله كما كتشوفوا، وصافي. وهنا غادي نشارك معكم النهار الثاني. وهنا البنات كما كتشوفوا اول حاجه غادي نبداو بها اليوم، حنا راه باقيين عند ماما كما كتشوفوا. الصراحه قلنا غادي نديروا واحد البسطيله ديال الحوت كما شفتوا هنايا، جبت هذا الحوت هذا، جبت هذا صراحه، هذا اللي تيكون بنين البنات بزاف بزاف، هذا سميتو الروكان كما كتشوفوا، تيكون فيه غير الهضره غير الحيمات كما شفتوا. الصراحه كيجي غزال، كيجي غزال في كل شيء الصراحه، كيجي في الفران، تيجي في الطاجين، كيجي في كل شيء. هنايا جبت السيبيه حتى هي، جبت منها حتى هي الكميه اللي غادي نديروا فيها، وجبت هاد الحوت حتى هو صراحه ما عرفتش شنو سميتو. المهم جبت هاد الكميه ديال الحوت كما كتشوفوا. هنا جبت هاد الصدر هذا ديال الدجاج باش غادي ندير به واحد الكراتان حتى هو ديال البطاطا وبطاطا والدجاج والبيشاميل من الفوق. وصافي البنات هانتوما خليكم معايا حتى الاخير. هما البنات هنايا كما كتشوفوا في الهاشوار كما شفتوا درت الربيع، غادي نزيد معاه هاد الحامض هذا اللي مصير اللي مرقد، غادي نزيدو معاه بالقشور ديالو بكلشي ديالو، يعني غنحيد له غير العظيمات، ومن بعد غادي نزيدو حتى هو باش نطحن كلشي، نطحن كلشي مع بعضياته كما كتشوفوا. نص غادي نديرو بالقشور ديالو، ونص غادي نحيد له القشور باش يتطحن ليا كلشي مزيان. غادي ندير معاه حتى الثومه البنات كما كتشوفوا،
الثومه، غندير هاد الفصوصه ديال الثومه، ندير معاهم واحد شويه ديال الزيتون حتى هو، وصافي غادي نزيد الحامض. صافي البنات دابا غادي نطحن هاد الشيء، صافي البنات هنا كما كتشوفوا من بعد ما طحنت هاد الشيء، ما طحنت الربيع والحامض والثومه مزيان البنات، هادي راه غير تشرموله، دابا غادي نزيد فيها هذا الشيء اللي بقى ديال التوابل، غادي ندير فيها واحد المعلقه ديال الهريسه. هاد الشرموله البنات هي اللي غنشرمل بها كلشي، يعني كلشي، يعني هنا ندير في الاول غادي ندير كلشي باش غنشرمل بها الحوت كامل، وعاد نبقى نهز منها وندير. وصافي هنا غادي نزيد زيت الصوجا كما تشوفوا، نزيد واحد شويه، هادي راه غير خفيفه البنات، يعني واخا نكثر منها شويه ماشي مشكل حيت خفيفه، اللي عنده الثقيله هو اللي يدير غير قياس. هنا غادي نزيد واحد شويه ديال البودره ديال الثوم، غادي نزيد شويه ديال الخل ديال الحامض، اللي عنده الحامض طري يديرو، وغادي ندير الزعتر. الزعتر البنات اللي كيعطي واحد المذاق اللي تيكون بنين بزاف في البسطيله ديال الحوت، يعني غير كثروا منه ما تخافوش، كيعطي مذاق زوين، واصلا ما عنده باش غادي يضرنا، يعني هو راه مفيد اكثر كما كتشوفوا. غادي ندير الزعتر كميه اللي تكون كثيره شي شويه. بالنسبه للتوابل البنات غادي ندير غير البزار، ندير شويه ديال البزار حيت راني دايره معلقه ديال الهريسه، ندير شويه ديال البزار وشويه ديال الزعفران. اللي عنده كنور الضامه ديال الحوت يدير، انا ما متوفراش عندي الصراحه داكشي باش ما درتهاش. وصافي البنات هادشي اللي غادي ندير في العطريه، غادي ندير شويه ديال التحميره باش كتعطينا شويه ديال اللون، صافي غنخلط هادشي مزيان عاد باش فاش نبغي نشحر عاد غادي نبقى نزيد ورقه ديال سيدنا موسى. في اي حاجه غادي نشحرها نزيد فيها ورقه ديال سيدنا موسى. غادي ندير شويه ديال زيت الجوزيه باش نخلط هاد الشرموله ديالي مزيان، شويه ديال الزيت البلديه، وخلاص فاش غادي نكمل الحشوه، فاش غادي نكمل زعما الحشوه غنزيد فيها ضروري شويه الزيت البلديه. بالنسبه للملح البنات ما غاديش نديرها دابا حيت غادي نحيت هنايا دايره الحامض، دايره داكشي كله مالح، غادي نخليها حتى نشوف، حتى نبغي ندير الشعريه الصينيه هي اللي كتكون مسوسه غادي نزيد فيها الملحه. هانتوما البنات كما كتشوفوا هذه هي الشرموله ديالي من بعد ما وجدات، دابا غادي نشرمل بها الحوت. بالنسبه للحوت اللي غادي ندخل الفران وغادي نشحر بها الشعريه الصينيه، غادي نشحر بها يعني الحوت ديالي كامل غادي نشرملو بها، اللي غندخلو الفران غندخلو، اللي غنشحرو في البوطار غادي نشحرو. وصافي هادشي اللي كاين، انا غنجمع هاد الروينه هادي ومن بعد نرجع معكم باش نشرمل الحوت معكم. نتوما البنات كما كتشوفوا هذا هو الحوت ديالي اللي غادي ندير اول حاجه في الفران، غندهنها بالطاوة شي شويه باش نتفاداو انه يتلصق لينا، يلصق لينا ولا شي حاجه، واخا الطاوة راه ما كيلصقوش البنات. المهم انا هاد الحوت دابا غادي نحاول انني نشرملو، راه هاد الشرموله كتجيبو بنين البنات كما كتشوفوا. وصافي هنا دابا انا غادي نشرمل هاد الحوت ديالي كامل، ومن بعد نرجع نشاركو معاكم عاد باش غادي ندخلو الفران يطيب. هانتوما البنات كما كتشوفوا هذا هو الحوت ديالي من بعد ما شرملتو، دابا غادي ندخلو الفران يطيب ليا مزيان مزيان. ودابا غادي ندوز باش
باش نحي راه درت هذيك السيبيه درتها تسلقات ليا واحد شي شويه يعني غير واحد الغليه تكون خفيفه حيت هي كطيب دغيا درت لها غير واحد الغليه عاد باش غادي نشدها غادي نقطعها طريفه حتى هي باش غادي نشحرها. المهم هانتوما خليكم معايا هنا البنات كما كتشوفوا هذه السيبيه ديالي كنت غنقطعها طريفات يعني كتكون باينه كبيره وانا نقول علاش ما نطحناهاش بحال هكا في الهشوار حتى هي عرفتي جات رقيقه جات زوينه احسن ما تزبقى هكا مدلفه. كما كتشوفوا كتولي زوينه البنات. بالنسبه اللي بغى يطحنها غير واحد جوج طحينات باش تبقى ليه شويه باينه خليها ماشي مشكل. انا قلت نطحنها بحال هكايا. ها نتوما البنات كما كتشوفوا كيفاش كتكون صافي غادي نطحنها كامله. وهنا البنات كما شفتم بعد ما كملت الكميه ديالي كامله هنا غادي نزيد شويه ديال الملح في هذه الشرموله هذه حيت ما درتهاش في الاول باش ما تجيناش داك الشيء مالح. غادي نزيد واحد حيت هذه السيبي هذه كتكون مسوسه بزاف انا راه سلقتها بالملحه وغادي نزيد ليها شويه ديال الملح. ندير شويه ديال الملح في العطريه الشرموله عاد غادي نشرملها باش نشحرها. غنخلي غير غنخليها الشرموله غير الشعريه الصينيه حيت الحوت الاخر اللي غندير غادي نرقدو هو في الملحه والحامض وشويه ديال الزعتر. هانتوما كما كتشوفوا البنات غادي نشرملها بحال هكايا. زدت الملحه في هذه حيت غادي نديرها في الشعريه الصينيه صافي البنات غنخلي غير الكميه صافي اللي غندير في الشعريه الصينيه بوحدها وهذا الشيء اللي بقى غادي نديرو هنا باش غادي ندوز نشحرها صافي البنات. هانتوما ها هي من بعد ما شرملتها غنخليها حتى ندوز باش نشحرها ونفزك الشعريه الصينيه حتى هي باش غادي نديرها. هانتوما البنات هذا الحوت شرملته هنايا غير بالحامض والزعتر والمليحه وشويه البزار وشويه ديال الكمون. دابا غادي ندوز باش نطحن هاد الشامبي عفوا هاد الكورنيشو بحال هكايا صافي تيجي زوين البنات كيجي فيه زوين. غادي نطحن حتى هاد الزيتون حتى هو معاه وغادي نطحنهم كما تشوفوا. صافي البنات هانتوما من بعد ما طحنت هذاك الزيتون والكورنيشو كما كتشوفوا هنا دابا غادي ندير حتى هذا الحوت هذا غادي نديرو في الفران حتى هو يطيب صافي. ومن بعد غادي نفرتت كلشي وغادي نعمر بهم الورقه صافي البنات كما كتشوفوا. ضروري الزعتر الزعتر تيعطي المذاق زوين في البسطيله ديال الحوت وصافي البنات. وهنا البنات كما كتشوفوا غادي نزيد هاد الشامبينيو بحال هكا غادي نقطعو مع هاد السبيه هادي باش نشحرهم بجوج بلا ما نبقى نشحر كل حاجه بوحدها غنديرهم بجوج بهم كما كتشوفوا وصافي البنات. هانتوما البنات كما كتشوفوا ها هو الشامبينيو تا هو قطعتو شويه وصافي. غن دابا غادي ندوز باش غادي نبدا نشحر في هاد الشيء. هنا البنات كما كتشوفوا هنايا درت هاد السيبيه دابا مع هاد الشامبينيون درتهم يتشحروا ليا واحد شويه عاد باش نحيدهم. الحوت الاخر اللي درت في الفران راه حتى هو على عيني طيب راه قريب نمشي نزيد دابا يلا قلبتو شي شويه باش يطيب من الجهه الاخرى وصافي البنات. انا درت الماء يطيب هنايا باش غادي نرقد فيه الشعريه الصينيه وصافي ومن بعد نرجع معاكم البنات. كما كتشوفوا هذه هي الشعريه الصينيه ديالي اللي خليت لها شويه ديال العطريه الشرموله ديالها غادي نزيد فيها واحد شويه ديال السمن وغادي نزيد فيها شويه ديال الموطارد صراحه هادشي كله البنات كيبنن كما كتشوفوا زدت فيهم شويه شويه وغادي نخلط هاد الشعريه ديالي مزيان مع هاد العطريه هذه وغادي ندوزها تشحر حتى هي الهريسه كلشي. هاد الشرموله كامله درت فيها معلقه كبيره ديال الهريسه يعني الهريسه حتى هي ضروري في هاد البسطيله هادي كتجي فنه وصافي. هي والحامض المصير درت البنات حامضه ديال المصير كامله الشعريه الصينيه كتبغي الحامض المصير كتعطيها المذاق وصافي. دابا هادي غادي ندوزها باش تشحر ليا وصافي البنات. هادشي اللي كاين انا نديرها في المقله اللي غادي نشحر فيها ونرجع معاكم. هانتوما البنات من بعد ما درت هاد الشعريه هنايا غادي نزيد فيها واحد شويه ديال هاد الحامض هذا
نزيد فيها واحد شويه. هنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما حيدت من بعد ما تشحرت لي هذه الشعريه مزيان غادي نزيدها فوق هذا الحوت هذا. سيبي ولا ماما هي البنات خصكم تقابلوها في التشحار حيت كتبقى تلصق في المقله بزاف، داكشي باش خصكم تبقاو مقابلينها. وصافي البنات ها نتوما غادي نحرك هذا الشيء مع بعضياته، وغادي نزيد هذا الزيتون اللي شحرت كما عفوا اللي قررت هو الكورنيشو غادي نزيدو حتى هو. صراحه هاد الهشوار هادي كتقرد كلشي زوين، يعني ما كيبقاوش داكشي باين، حتى الزيتون حتى هو طحنوه من الاحسن بلا ما يبقى ليكم، يعني كيعطي واحد المذاق وما تعرفوش واش كاين الزيتون ولا ما كاينش، المهم كيعطي داك المذاق ديالو تيبقاش ما كيبقاش واقف ليكم على الورقه ديالكم ولا شي حاجه تيقطعها ولا هادي داكشي باش. وصافي البنات ها نتوما على ما نجيب الحوت الاخر حتى هو، غادي نخلط هذا الشيء مزيان مزيان، غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه باش كتحل لينا هذيك الشعريه مزيان. الزيت البلديه البنات كتجي بنينه في هذه العماره هذه. وصافي كما كتشوفوا دابا غادي من بعد ما غادي نوجد نفرتسوا الحوت الاخر وغادي نزيدو حتى هو. هنا البنات كما كتشوفوا اول حاجه انني غادي ندهن هاد الطاوله اللي غادي ندير فيها الورقه ديالي بالزبده، ومن بعد هاد الورقه حتى هي غادي نبقى ندير فيها نرشها بواحد شويه ديال الزبده كما كتشوفوا باش كتجينا مكارمله مزيان. وصافي وغادي نبدا ندير غادي نبدا نطلقها. هانتوما البنات كما كتشوفوا هانتوما البنات هنا من بعد ما دورتها كامله على 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 الطاوه غادي نزيد واحد اخر اللي غادي ندير الوسط، ما نكثروش الورقه بزاف عاوتاني باش ما تبقاش لينا كثيره. هانتوما البنات غادي ندور هذه هنايا باش تهز لينا. وهنايا كما كتشوفوا درت من بعد ما حطيت الورقات ديالي كاملين ودرت واحد الوسط زدت مباشره ندير داك الخليط ديال الشعريه الصينيه كما كتشوفوا، يعني نحاول انني نستفها فيه مزيان باش ما تجيني جهه طالعه ولا جهه هابطه. وصافي من بعد غادي نزيد فيه هذاك الحوت كما كتشوفوا اللي فرتتو بحال هكايا، هو اللي غادي ندير من الفوق يعني باش يجي باين هذاك الحوت ديالنا، باش البنيه تتقطعي واحد الطريف تيبغي كيبدا الواحد ياكل تيعض هذاك الحوت، ماشي بحال فاش كيتخلط كلشي مع الشعريه الصينيه ما تيبقى يبان حتى شي حاجه. داكشي باش من الاحسن انكم ديروا بحال هكا، يعني الحوت يكون من الفوق يكون باين. وصافي هادشي اللي كاين. هنا غادي نحك واحد شويه ديال الموتزاريلا من الفوق، يعني حتى هو كيعطي واحد البنه زوينه في هاد البسطيله هادي. الا كان عندك الفرماج حمر من الاحسن، ولكن المهم اللي بغى، حيت انا المهم درت غير هاد الموتزاريلا، يعني اي واحد بغى يدير شي حاجه يقدر يديرها. وصافي البنات هنا كما كتشوفوا غادي نبدا نطوي فيها، يعني كل واحد يدير الطويه اللي بغى. دابا تبارك الله ولاو طويات في الشكل والزواقات وداك الشيء، انا هنا قلت غندير لها غير طويه عاديه هي اللي غادي ندير ليها اللي معتمده عندنا ديما اللي كنا تنديروا شحال هذه هي هذه زعما اللي تندير اللي غندير دابا. وصافي هنايا غادي ندوز باش نغلفها مزيان بالورقه، يعني باش بلا ما تثقب ليا ولا شي حاجه. الصراحه حتى الورقه عجبتني زوينه البنات فنه، يعني ما كتقطع ما حتى شي حاجه. وصافي هادشي اللي كاين، انا غادي نكمل التغليفه ديالها وغادي نطويها مزيان باش غادي ندخلها مباشره للفران حيت درناها للفطور البنات داكشي باش. وصافي من بعد ما غادي نكملها غنثقبها بواحد الكيغدو وعاد ندخلها للفران. البنات كما كتشوفوا من بعد انا ما كملت البسطيله ديالي نطمو باش غادي تنصب الحريره. هنا كما كتشوفوا درت الحمص والربيع القزور معدنوس والكرافس، ودابا كتنقي العدس هنايا باش غادي تزيدو حتى هو. ها نتوما البنات انا من بعد ما زدت العدس غادي تزيد فيها
خيزو كما كتشوفوا. الصراحه كدير هادشي كامل باش من بعد تحيدو باش كتطحن. هنا غتزيد واحد الحبه ديال البطاطا حتى هي، واحد جوج حبات ديال مطيشه. الصراحه حريره ساهله وما كدوريهاش بالطحين. واحد النص بصله كما كتشوفوا، حيت الكوكوت غير صغيرة عندها كما كتشوفوا. وصافي البنات كما قلت لكم، يعني كتلو واحد الخضره ديال كتلو واحد الخضره كامله هنايا. من بعد فاش كطيب كتحيدها وكطحنها عاد باش كدور بها الحريره. صراحه كتجي بنينه هاد الحريره البنات. هنا غتزيد واحد المعلقه ديال السمن كما كتشوفوا. وصافي من بعد دابا غادي تزيد العطريه. العطريه عاديه، البزار، سكنجبير والزعفران ومليحه. العطريه ديال الحريره العاديه البنات. هانتوما كما شفتوا درت معلقه ديال سكنجبير، راه حيت عندها هي كوكوت صغيره كما شفتوا معايا. دير سكنجبير، غادي تزيد معلقه ديال البزار، ومعلقه ديال الزعفران. صافي البنات هنايا راه كان هنايا كانت كبات وتخواليها، ردات هذيك المعلقه وخلات غير داكشي اللي تخواليها، وزادت واحد المعلقه ديال التحميره. التحميره راه درت غير شويه، راه ما كثرتش. هانتوما كما كتشوفوا درت غير شويه ديال التحميره. وصافي البنات، وهنا غادي تزيد واحد شويه ديال القرفه. هنا غادي تزيد معلقه ديال الملحه، معلقه كبيره البنات، هي حيت عندها ديك المعلقه صغيره غادي دير جويجات. وصافي هادشي اللي غدير دابا. دابا غادي تزيد الزيت، وغادي تزيد ليها الماء، وغادي ديرها طيب. هانتوما البنات كما كتشوفوا درت غير شويه ديال الزيت. دابا غادي تزيد مطيشه ديال الحك والماء، وغادي ديرها تصفر مزيان باش غتحيد هاد الخضره هادي كامله طحنها. عاد غادي تدور بها عاوتاني الحريره ودير تزيد ليها الشعريه. وصافي البنات هادشي اللي كاين. هنا جبت لها مطيشه ديال الحك. وصافي من بعد ما غادي طيب تبغي تحيد ليها هادشي غادي نشاركها معكم عاوتاني. هانتوما البنات كما كتشوفوا هادي الحريره من بعد ما طابت، حيدت منها ماما ديك البطاطا والبصله والخيزو وداكشي كامل اللي غادي داكشي كله اللي غادي يتطحن. وغترد هذه فوق البوطه وعاد غطحن هادشي وغادي تدور به هاد الحريره هادي. وهنايا كما كتشوفوا من بعد ما طحنات هاد الخضره ديال اللي كانت طيبت مع الحريره، الصراحه جات خضره فاش صوبه. صافي هي باش غادي تدور الحريره، الصراحه جات غزاله البنات، يعني ما تشبعوش منها، جات بنينه. وصافي هذا الدجاج ديالنا اللي غادي ندير به الكراتان حتى هو قطعته ودرت له شي مشحر والبطاطا صغيره باش كطيب. وصافي الحريره راها كتوجد، وهذه البسطيله من بعد ما طابت. دابا غنشارك معكم الطبيله ديالي، خليكم معايا. وهنا البنات كما كتشوفوا هذه الطبيله ديالنا كما شفتوا معايا، هذه البسطيله ديالي من بعد ما طابت، زوقتها غير تزويقات عاديين بشويه ديال الكاشير وشويه ديال الحامض. هذا الكراتان ديالنا حتى هو جا فن البنات، صدرناه بالبيشاميل والموتزاريلا من الفوق. هذه الحريره ديالنا حتى هي كيفاش كتجي البنات، كتجي خاتره، ما فيها لا طحين لا حتى شي حاجه، وجات بنينه، يعني كتاكلي شي حاجه صحيه وبنينه بزاف البنات. غير جربوها راه غتعجبكم. وصافي هادشي اللي كاين، كنتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا من لايك ديالكم، اللي مازال ما ابونيش معايا في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي كامل. وكنبغي نقول لكم شكرا على المتابعه، وبسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.